خدود سخية يا ليعتي وتسلاعي ودموعي وكيتي ووجعي وقرايحي وسهري تمحاني في الهوى وعشقي تشواقي والشغاف تلحح وتقطيع خاطري بالهيبي محاوري وفقدي وغربتي في النواح وحدي كني مريوح بالعدا من تخمامي مع غرامي طار منامي من يامي هايم هموم من هجرتي نايح شفي نصارى ولا متلي حمام في التنوام النهار نغرد نرتي ولا نصيب الصبرة مهما تخبلوا الريال يا أمي يا أمي واش قالت الدامي قولوا الطارق بسرور أمدع لليل كوام الكلمة كيف يكاوي ياوي البوه ما كمية ضارف خاطري مقدية اسمي موهجتي كمية وحدي على الجمر نتقلب فاني على الهيب مصلب بمحاور الشفا نتعذب مثل الهميم هايم والها عطشان من فراق حبابي والهان حالتي عدات اليرقان منطق صدود الهجران وقت ما تقلب
يبقى في غياري من تمراري قواك داري فوق سياري ما يحان ما يرفق ما يروف نصراني يا لطيف ما يطلق سراب لا يا أمي لا له يا أمي وجدالت ودامي بين شاش بالهوام مفتوح بين شاش بمخلل رشقوه وزلعوه على الرماء واش قالت قولوا الطالق المسروح عمد على الليل كواب من كل ما في قاوية وينوه ما يرتاح داداه يا أمي داداه يا أمي واش قالت إحسان كريم عليا إحسان كريم عليا قلت الباه يا الدميا إحسان كريم عليا أبنت الهوى والطيبة والحال والرياصة ونواع الطوق والطرفة أرفدي عاري تحزمي وتهلا يا للا في عبدك مملوكك لا يضيع بين يديك تاجر يم رفضيه وطولي فيه سافيه وداويه وعالجيه وبحسانك كافيه لا تحافيه تعاليليه يا العراض مع الطفل لا تنرصا متعالى وجميعكم نستحسن في بهازينكم نستحسن في بهازينكم نستحسن في بهازينكم رحموني عاطقوني وفقدوني حسنو ظني حالتي حرمت مولاكم من شاكم وصوركم في حسن التقويم دارني صير بهاكم لا حنيف عاشق هواكم معلوم كل من شاف زين جمالكم ما يرتاح يا أمي يا أمي واش قالت قولوا الطالق المسروح عند على الليل قوى من الكلمة في قاوية والموت هايتا يا أمي لا يا أمي واش قالت قولوا لألكم بك صرح ربنا سما طلق المسروح عند على اللي نقوى من الكلمة في قاوية ونقول ما يرتاح يا أمي يا أمي واش قالت نقول طلق المسروح عند على اللي نقوى من الكلمة في قاوية ونقول ما يرتاح يا أمي لله يا أمي واش قالت واش غر براسي حتى وصلت بفتوح يا أمي يا أمي واش قالت قدامي قولوا لله لك في قاس الراح يا أمي واش قالت قدامي قولوا لله لك في قاس الراح ربنا سما يا أمي يا أمي واش قالت قدامي شكرا سيد محمد السوسي وقصيدة طلق المسروح. أذكر على أن دورة هذه السنة تأتي بشراكة مع الطريقة القادرية البوتشيشية في أول تعامل, ونتمنى ألا يكون هذه هي المرة الأولى بل إن شاء الله
نتمنوا على أننا نطعموا هذه الشراكة في دورات أخرى بحول الله، وكذلك بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي الذي كنا معه في أمس في ليلة أمس مع الندوة العلمية التي ترأسها الأستاذ سيدي عز الدين الإدريسي.